جوستافو مربي مهارة، شوف الثقة العالية من جوستافو. ياسر شهراني عرضية، الله الله، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. كارلوس إدواردو أمام أنظار الفانتينو يضع الهدف الأول لمصلحة الزعيم، لمصلحة الهلال. الهلال يتقدم عبر النتيجة، الهلال يتقدم عبر نتيجة المباراة. شوف عرضية ياسر، شوف راسية كارلوس إدواردو، يضع هدف أول لتاريخ، لسنوات، لمجد. يا زعيم يا زعيم يا زعيم، جاك الهلال يوخر عن طريقه. هذا الزعيم اليوم أمام المركز الثالث، ما في شيء.